السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا معنا اليوم فيديو جديد، بغينا نفصلو سلهام رجالي مغربي 100%. كيف ما شفتوا معايا التوب كيكون عندنا 3 مترو، كناخدوها كنطويوها على زوج. هانتوما انا طويت التوب على زوج، هذا الوجه هذا الظهر ديالو، كتولي عندنا مترونس على مترونس، واضحه. دابا غادي ندوزو نقادو العنق هو الاول. هانتوما كنجيو لهاد الجهه اللي فيها فين طوينا، هنا كنهبطو هنايا ب 8 سنتيم، ها هي، ولهاد الجهه حتى هي ب 8 سنتيم. كيولي عندنا هذا مربع، بحال هكا. دابا عندنا هذه اللي مفتوحه هي جهه الامام، وهذه اللي مسدوده هي جهه الخلف. هاد جهه الخلف كنهبطو بجوج سنتيم هنايا تقريبا، يعني بجوج سنتيم، وكنديرو التقويره ديال الخلف. والامام كنهبطو بتسعود السنتيم، وكنديروا التقويره ديال الامام. وكناخذوا هانتوما من هنا حتى الطول اللي عندنا. بحال دابا هاد الجهه عندنا فيها متر ونص، وهاد الجهه تاني اللي مسدوده عندنا فيها متر ونص. كنجيو من هنايا من هاد البلاصه اللي عبرنا منها من هنا، وغادي نمشوا حتى لهداك القنت، غادي نعبروا متر ونص. هانتوما سرح المتر ونوريكم. هانتوما دابا من هنا حتى لهنا سرحت متر ونص، كنطراسي من هنا وكنولي نجي من هاد البلاصه لهاد المنتصف ديالهم تقريبا، وغندير متر ونص، وعاد باش نلاقي النقاط مع بعضهم سرح سنتيم باش يكون عندي العبار مقاد، باش غادي ندوز عليهم بشكل دائري. سمحوا لي عندي تنقاد بيد وحده، داكشي باش كيبانش لكم داكشي واضح. هانتوما قادد سنتيم مزيان، هاد نطراسي هنايا وقادد النقطة الأخرى، نوريكم النقاط كيفاش كيجيو. هانتوما شوفو كيفاش كيكون مطراسي على شكل دائري، هانتوما شتو. دابا من بعد هاد البلاصه فين تراسيت دابا هنايا، غادي نقطعها ويولي عندنا على شكل دائري ومفتوح من هاد الجهه ومسدود من هنايا من الخلف. وهاد القطعه اللي كتبقى لنا من التحت هي اللي كنخرجوا منها القب. دابا هانتوما بعد ما قطعنا الامام والخلف العنق من الفوق، وقطعنا السلهام من التحت، هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالو دائري.
وانتم شفتوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا بقى ليا القب. القب كيف ما قلت لكم غنخرجو من هاد البلاصه، من هاد القطعه اللي شاطت ليا هي اللي نخرج منها القب، غنطراسيو فيها 40 على 40، ومن بعد غادي نكملوه بحال الشكل ديال القب العادي ديال الجلابه. بغيتو ديروه كبير كديروه 38 او 40 على 56 الا بغيتو يجي قب كبير. كما قلت لكم بغيتو قب عادي 40 على 40 وتراسيو كيف ما كديروا الجلابه. بغيتوه قب كبير كديروه 38 او 40 على 56 وكيجي قب هابط كبير. ان شاء الله نوريكم بعد الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي.